بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا الجزء الثاني من هذه المحاضرة والتي نتحدث فيها عن الدعم النفسي وبعض المفاهيم العامة. الدعم النفسي والاكتئاب لدى المريض، المريض الإعاقة الحركية. سنتحدث الآن في هذا الجزء عن مقدم الرعاية. وكما ذكرت، مقدم الرعاية قد يكون فرد من أفراد الأسرة، وقد يكون صديق، أو قد يكون مختص كعلاج وظيفي أو علاج انشغالي أو علاج فيزيائي أو ما شابه ذلك. مقدم الرعاية قد يمر أيضا بحالة اكتئاب. سنعرض أسبابها وسنعرض كيفية التخلص من حالات الاكتئاب لمقدم الرعاية. العناية بمقدم الرعاية. مقدم الرعاية هو الشخص أو الأشخاص، قد يكون مجموعة أشخاص الذين يقدمون العون والمساعدة للأشخاص المصابين أو المرضى. يكون مقدم الرعاية عادة فرد من الأسرة أو عدة أفراد، أو قد يكون صديق أو جار. من المهم جدا أن يعتني مقدم الرعاية بنفسه. إن لم يهتم مقدم الرعاية بصحته فإن مهمته في رعاية المصاب ستصبح أصعب مع الوقت. إذا مقدم الرعاية، سوف نتحدث الآن ليس عن مقدم الرعاية الأخصائي، إنما عن مقدم الرعاية الذي هو موجود بجانب المريض وليس من أصحاب الاختصاص، مثل الفرد أفراد أسرة أو صديق أو جار كما ذكرنا قبل قليل. وقلنا أن اعتناء مقدم الرعاية بنفسه هو أمر مهم جدا، لأن عدم اعتنائه بنفسه سيؤثر على نفسه وسيؤثر على المريض نفسه. إن كمية الرعاية التي يحتاجها المصاب تعتمد على درجة استقلاليته في إتمام نشاطات حياته اليومية. بشكل عام، كلما اقتربت الإصابة من الرأس ازدادت كمية الرعاية التي يحتاج إليها هذا الشخص. يعود هذا السبب طبعا نشرحه في عجالة. كلما اقتربت الإصابة من الرأس، بالنسبة لإصابة الحبل الشوكي، إذا كانت إصابة سفلية يكون تأثيرها كما ذكرنا في بداية مادتنا وبداية محاضراتنا عن هيكلية جسم الإنسان وعن هيكلية الحبل الشوكي والعمود الفقري. إذا كانت الإصابة سفلية يكون الأثر على الأعصاب المعصبة من تحت هذه الإصابة، أي الطرفين السفليين. وكلما ارتفعت الإصابة قليلا كلما ارتفعت الأعصاب التي سيتعطل عملها، وبالتالي زادت كمية الرعاية لهذا الشخص، لأنه زادت إعاقته. فكلما ارتفعت واقتربت الإصابة من الرأس، فنقول أن الإصابة الرقبية، إذا كانت الإصابة رقبية فإن جميع الأجزاء من تحت هذه الإصابة تكون قد تعطلت أو قد تكون قد حصل لديها إعاقة، وبالتالي يكون كمية الرعاية المقدمة لهذا الشخص أكبر. نقول أن تعتمد على درجة كمية الرعاية تعتمد على درجة استقلالية المريض. لذلك نحن كعلاج فيزيائي نعتمد على عدة خيارات، أهمها أو عدة مراحل أهمها كيف نعود المريض على أن يستقل بنفسه في نشاطاته اليومية. هذا أمر مهم جدا. كلما كان المريض على معرفة أكبر وعلى قدر أكبر من استقلاليته، كلما كان أخف عالة على نفسه وعلى مقدم الرعاية. هناك الكثير من الضغوط المحتملة على مقدم الرعاية. قد تتضمن هذه الضغوط ما يلي على مقدم الرعاية. أولاً، القلق حول العناية الطبية بالمصاب واسترداد عافيته. هذا أمر وارد جداً. مقدم الرعاية دائماً يكون في قلق حول العناية الطبية بهذا المريض، لأنه ليس على علم أو على اختصاص بهذه المعلومات، فيقول هل هذا الوضع صحيح؟ هل هذا الوضع خاطئ؟ هل هذه الوضعية أو هذا التمرين صحيح للمريض؟ هل هذا الدواء صحيح؟ هل هذا الدواء سيؤثر عليه سلباً أو إيجاباً؟ كل هذه التفاكير تؤدي إلى قلق بمقدم العناية أو بمقدم الرعاية وبمدى استرداد عافية المريض، بمدى استرداد المريض لعافيته. مشاكل قد تتعلق بالمال، التنقل، إمكانية الوصول إلى المنزل إذا كان صديق أو جار، أو يوجد مسافة بين منزله ومنزل المعاق حركيا أو الذي المريض الذي بحاجة إلى عناية. قد يكون أن مقدم الرعاية أوضاعه المادية لا تسمح له بترك عمله أو بالتفرغ الكامل لهذا المريض. هذه المشاكل أيضا قد تسبب ضغوط على مقدم الرعاية. مهمته الجديدة في التأكد من أن المصاب يتبع برنامجه اليومي ويحافظ على صحة جيدة. مقدم الرعاية يقوم بإعطاء عدة تمارين أو عدة خطط للمريض يجب المريض التقيد بها. تفكير مقدم الرعاية بأن المريض يلتزم أو لا بهذه التمارين أو بهذا البرنامج هو أمر يشعره أيضا بالقلق. عدم كفاية الوقت للاهتمام بأموره الشخصية،
أن يضطر لقول لا للشخص المصاب في الحبل الشوكي، هذا أمر يؤدي إلى ضغوط نفسية على مقدم الرعاية. في بعض الأحيان يضطر الشخص، ونحن نعلمه ذلك مقدم الرعاية، أنه يجب أن تقول لا للشخص المصاب في الحبل الشوكي. ليس كل ما يطلبه نعم، فقد يطلب شيء يضر بصحته، فقد يطلب وضع معين يضر بحالته الجسدية، فيضطر أحيانا لقول لا للمريض. الشعور بالإرهاق أو تأنيب الضمير، أن يصبح هدفا لإحباطات المصاب أو عدوانية هذا المصاب. الآن المعالجة، سوف ننتقل إلى المعالجة والتأهيل. يباشر بمتابعة المريض من المرحلة المبكرة، يجب أن يباشر بكادر متكامل يتألف من الكادر الجراح العام، طبيب الداخلية والعصبية والبولية والعقلية، والأخصائي النفسي واختصاصي المعالجة الفيزيائية والمعالج الانشغالي وأخصائي التغذية والتمريض وخبير الخدمات الاجتماعية. هذا كادر كامل متكامل، يجب من كل شخص من هذا الكادر أن يكون قد كتب تقريره حول هذا المريض، وقد كتب الإرشادات التي يجب أن يتبعها المريض، بالإضافة إلى اختصاصي العلاج الفيزيائي والانشغالي والتغذية والتمريض، يجب أن يكون متابع لهذا المريض. هذا المتابع من قبل هذا الكادر الكامل يجب أن يكون بمرحلة مبكرة، وقد شرحنا عن معظم هذه الاختصاصات، ما هي وظيفتها أو ما هي الأعمال التي يقومون بها، مثلا التمريض أو الأخصائي العلاج الفيزيائي أو طبيب العصبية والبولية، ما هي مهامهم تجاه هذا المريض. هذا هو الكادر المتكامل حول المريض. الآن أهداف المعالجة العامة، العلاج بشكل عام، أهدافه إيصال المريض إلى مستوى الكفاية الذاتية العظمى، وهذا أمر مهم جدا. كل شخص من الكادر الذي ذكرناه قبل قليل يهدف إلى إيصال المريض إلى مستوى كفاية ذاتية، أي إلى مستوى استقلالية قدر الإمكان. ثانيا، تأمين عودته إلى حياته الاجتماعية السابقة أيضا قدر الإمكان، وذلك بزيادة السعة والمقدرة الوظيفية لديه. نعمل على إعادته إلى حياته الاجتماعية السابقة كما ذكرت قدر الإمكان بالاستطاعات الموجودة. أيضا من أهداف المعالجة بشكل عام أو المعالجة العامة، منع حدوث المضاعفات المحتملة. بأسوأ الأحوال إبقاء المريض على وضعه الراهن بأسوأ الأحوال، وأن لا يحدث لديه مضاعفات. تعتمد نتيجة المعالجة على عاملين أساسيين. أولاً، مساحة ومستوى الإصابة. كلما كانت مساحة ومستوى الإصابة أكبر، كلما كانت المعالجة أصعب، ويجب الأخذ بعين الاعتبار أنه كلما كانت المساحة ومستوى الإصابة أكبر، كلما تم بذل مجهود أكبر من قبل العلاج بشكل عام على جميع مستوياته من الكادر الذي ذكرناه قبل قليل. والعامل الأساسي الثاني الذي تعتمد المعالجة عليه هو نوع العناية الطبية والمعالجة المقدمة. الآن أهداف العلاج الفيزيائي أو المعالجة الفيزيائية بشكل رئيسي، بشكل منع حدوث الالتهابات البولية، وكنا قد شرحناها قبل في محاضرات سابقة. منع حدوث تقرحات الفراش أيضا شرحناها في المحاضرة السابقة، أيضا تعرفنا عن تقرحات الفراش كيف تحدث وكيف يجب تجنبها، وإذا حدثت كيف يتم التعامل معها. منع حدوث التوازن السالب للكالسيوم وهبوط الضغط الانتصابي، سوف نشرحه بعد قليل. إدامة حدوث حركية للمفصل أو للمفاصل الطبيعية وتقوية العضلات السليمة الوظيفية. منع حدوث التقفعات في المناطق الجلدية والتي تحدث نتيجة الاحتكاك مع الفراش، أو التي تحدث نتيجة ثباتية الحركة، عدم التحريك والتشنجات العضلية وتشنجات الأوتار والتكلسات المفصلية تؤدي إلى حدوث تقفعات. هؤلاء الأهل بشكل عام. الآن تثقيف هؤلاء الأهل، تثقيف الأهل أمر مهم جدا، يجب تثقيف الأهل بعدة نقاط، هذا أمر مهم جدا حتى يتبعوه الأهل. يجب أن نثقفهم بما يلي. أولا، منع حدوث الالتهابات البولية، نشرح لهم كيف تحدث الالتهابات البولية، كيف يجب أن نبتعد عن هذه الالتهابات، العناية بالجهاز البولي وما إلى ذلك، وبالقساطر أو القطاطر البولية. منع حدوث قرحات الفراش، ننصحهم بما يلي:
يجب الحفاظ على الجلد نظيفا وجافا بصورة مستمرة. وقد كنا قد ذكرنا في محاضرة سابقة أن الرطوبة تؤدي إلى حدوث قرحات الفراش. ثانيا تغيير وضعية المريض مرة كل ساعتين في الأحوال العادية. يجب تغيير وضعية المريض إذا كان سليما مرة كل ساعتين أو كل 3 ساعات، ومرة كل نصف ساعة في حال وجود تقرحات فراش أو ما اسميناها الخشكريشة. الخشكريشة هي قرحة الفراش. في حال وجود قرحة فراش يجب تغيير الوضعية مرة كل نصف ساعة. يجب أيضا ننصح الأهل باستخدام شراشق طرية ناعمة في السرير والانتباه إلى عدم تجاعدها تحت المريض. الشراشق الخشنة أو وجود تجاعد طيات وتجاعدات للشراشق تحت المريض تؤدي إلى انقطاع التروية الدموية في هذه المناطق وبالتالي حدوث تقرحات فراش. يجب تنظيف جلد المريض مرة يوميا بالماء والصابون والمحلول المطهر، ومن ثم تنشيفه وجفاف وتجفيف الجلد بشكل كامل. تعليم المريض كيف يدور لوحده، هذا أمر مهم. نعلمه للأهل كيف سيعلمون المريض، أو نحن نقوم بتعليم المريض كيف يدور لوحده في السرير لتغيير وضعيته وكذلك لتغيير وضعية الجلوس، حتى لا نقوم بتغيير وضعيته كل ساعتين. ربما يتكاسل الأهل، ربما يتكاسل من حول المريض، ربما ينسون ذلك. لذلك نعلم المريض كيف يدور لوحده في السرير كما في الصورة الحالية. تشبيك اليدين، التفات الوجه بداية بالجهة المراد القلب إليها، ثم يقوم بلف اليدين بهذه الجهة، ثم نكون قد علمناه أو قد قمنا بعملية تقوية عضلات الحوض من أجل رفع الحوض وبالتالي القلب إلى هذه الجهة المراد القلب إليها. من هبوط الضغط الانتصابي وتوازن الكالسيوم، هبوط الضغط الانتصابي يحدث بعد استلقاء المريض لفترة طويلة في السرير. إذا قمنا بوضعه بوضعية الجلوس أو إذا أردنا عمل تمرين من وضعية الوقوف بشكل مفاجئ يحدث لدى المريض هبوط ضغط انتصابي. يجب منع هبوط الضغط الانتصابي بما يلي: طاولة الوقوف التي سنعرض صورتها بعد قليل، نقوم بوضع على طاولة الوقوف والتغيير التدريجي للوضعية يمنع هبوط الضغط الانتصابي. يجب زيادة زاوية طاولة الوقوف بشكل تدريجي تبعا لعمر المريض، تبعا لحالته النفسية، تبعا للمدة التي جلس فيها. هل هو استلقى لمدة شهر أو شهرين أو أكثر من ذلك، نقوم بزيادة في أول يوم أو في أول أسبوع بشكل يومي، نقوم بوضعه مثلا بوضعية 30 درجة ثم إلى 45 درجة، ثم تلقائيا نزيدها بشكل تدريجي. الأربطة الضاغطة أو الأجهزة المطاطية أيضا تمنع هبوط الضغط الانتصابي والتوازن الكالسيوم السالب على طول الطرفين السفليين اعتبارا من أصابع القدم. أيضا حزام البطن، هذه هي الأربطة الضاغطة أو الأجهزة المطاطية، هذه الأربطة الضاغطة على طول الطرفين السفليين اعتبارا من أصابع القدم وباتجاه الأعلى تمنع هبوط الضغط الانتصابي. يجب أن توضع من قبل أخصائي أو من قبل ممرض يقوم بتعليم المريض أو أهل المريض على الشدة التي يجب وضعها على هذا الطرف. هذه هي طاولة الوقوف، نقوم بتثبيت المريض عليها من عنق القدم والركب والحوض، وإذا كان مريض رباعي نقوم بتثبيت أيضا الكتفين. نزيد زاوية طاولة الوقوف بشكل تدريجي، قلنا تبعا لوضع المريض بشكل عام. التأهيل الرئوي وهو أمر جدا 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 مهم، يجب تدريب العضلات التنفسية لدى المريض من أي وضعية، من وضعية الاستلقاء، من وضعية الجلوس على السرير، من وضعية الجلوس على الكرسي المتحرك، في أي وضعية يجب تدريب العضلات التنفسية. نقوم بتدريب العضلات التنفسية باستخدامين: استخدام أربطة البطن في وضعية الانتصاب، هذه الأربطة يمكن أن ترفع الحجاب الحاجز، ونقوم بعد استخدام أربطة البطن في وضعية الانتصاب نقوم بالطلب من المريض بالشهيق الكامل والزفير الكامل. أيضا التفريغ التنفسي وهو بتغيير الوضعية من الاستلقاء إلى الجلوس أو من الاستلقاء على الظهر إلى الاستلقاء على الجنب أو على الجانب. أيضا مناورات السعال، نقوم بتعليم المريض كيفية مناورات السعال، أخذ الشهيق كامل وسعال في نهاية هذا الشهيق، عفوا الزفير، زفير كامل حتى يفرغ العضلات التنفسية ويقوم بإجراء سعال مرة أو مرتين ثم يأخذ الشهيق كامل. هذا التمرين هو تأهيل رئوي استخدام لتدريب العضلات التنفسية وهو أمر مهم جدا.
هذه صورة للرئتين التي يجب تعليم المريض أيضا الشهيق الكامل والزفير الكامل مع التمارين، يجب تعليمه التمارين التنفسية مع التمارين العادية للأطراف، والتمارين التنفسية يجب تعليمه إياها في أي وضعية كما ذكرت، في وضعية الاستلقاء أو الجلوس على السرير الثابت أو المتحرك أو ما إلى ذلك. التمارين التنفسية تكون بالشهيق الطويل والزفير الطويل، أيضا تكون بنعلم المريض العد خلال التمرين، إذا كان يريد مثلا تمرين طرفه السفلي أو يده نعلمه العد، ويجب أن يكون العد بصوت مرتفع، وذلك لي حتى لا يحبس نفسه. مثلا على سبيل المثال نقول له ارفع يدك بمساعدة اليد السليمة، ويجب العد 1 2، ونقول له قم برفع الصوت ومط الكلمة، وذلك لتفريغ الرئتين. أتمنى لكم الاستفادة، وأشكر لكم متابعتكم، ونلقاكم إن شاء الله في محاضرة جديدة من مادة طرق التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.